وعودة لمتابعة الحريق الذي شب بمبنى الاتصالات التابع لوزارة الداخلية بوسط القاهرة، وهو أحد المباني الحيوية المهمة بالوزارة. معنا الآن على الهاتف محمد علوي، موفد التلفزيون من مقر وزارة الداخلية. علوي، ما هي تطورات أوضاع الحريق لديك حتى الآن؟ أشرف، الحقيقة رجال الحماية المدنية قاموا بالسيطرة على الحريق بشكل كبير، ما كانش بشكل نهائي. خمس سيارات إسعاف متواجدة أمام مطافي، وسيارتين إسعاف متواجدين أمام مبنى وزارة الداخلية. الحقيقة معايا الأمين أيمن يونس. الأمين أيمن كان متواجد منذ الصباح الباكر، يمكن التقرير اللي زعناه كان أيمن موجود معنا فيه. أيمن، كشاهد عيان، إيه اللي حصل وإنت شفته؟ هو حضرتك إحنا موجودين من حوالي الساعة 9:30 الصبح، واقفين قدام وزارة الداخلية، مظاهرة سلمية، مش هنقول مظاهرة، هنقول تجمع سلمي عشان نطالب بحقوقنا اللي هي مهدرة. حضرتك ايه اللي حصل؟ حضرتك دلوقتي حوالي الساعة 4:30 فوجئنا بان في مندوب، خارج من جوه الوزارة بيطلب 10 ان هم يخشهم عشان يقولوا مطالبهم. الناس دي دخلت لحد دلوقتي لسه ما خرجتش. بعد ساعة بالظبط من دخول الناس المبنى جوه فوجئنا بحريق. مبنى الوزارة الحريق. انتوا جوه. احنا كنا 15 نفر، انا والراجل دوت، وفي 12 نفر جوه لسه تاني. بعد ما دخلنا جوه الساعة المبنى وقعت من جوه. أشرف، يعني يمكن زي ما سمعت شهود العيان انه الحريقه، ان الحريق كان تم يمكن الساعه 4، والان بيتم السيطره. من الذي قام بالحريق محمد؟ من الذي قام بالحريق؟ طيب علوي، شكرا ليك، وشكرا ليك محمد علوي. ومعي الآن على الهاتف أيضا العقيد علاء محمود، من مسؤول الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية. سيادة العقيد علاء، أهلا بيك، وتكلمني عن اللي حدث النهاردة. أهلا بيك يا أستاذ زحل. اتفضل. وبس أنا عايز أطمنكم إن الحريق تم السيطرة عليه بالفعل بنسبة حوالي يمكن مش أقل من 75%. هو كان في اعلى السطح بتاع المبنى، ولسه لحد دلوقتي ما حدش يقدر يجزم ايه السبب ولا مين السبب ولا مين اللي عمل كده اطلاقا يعني. لكن هل انا عايز اوضحه ان في مجموعه من امناء الشرطه فوضوا منهم 12 واحد مجتمعين دلوقتي مع السيد الوزير، وقاعدين معاه دلوقتي عشان بيعرضوا طلباتهم، والسيد الوزير بيفحص كل الطلبات بتاعتهم. اللي انا عايز اوضحه ان هم كان لهم طلبات سابقه قبل كده، وفي جزء كبير اتنفذ منه يعني. يعني في مساله زياده المرتبات، السيد الوزير لسه مدي قرار بزياده الحابس بتاعهم بمبلغ 200 جنيه للامين، بالاضافه الى انه كان في حابس قبل كده اتعمل علشانهم 300 جنيه قبل كده. تمام. سياده العقيد علاء، بعض الطلبات الاخرى والسيد الوزير بينظر فيها كلها دلوقتي، وان شاء الله هينزلوا لهم دلوقتي. سياده العقيد علاء، هل هناك تقدير مبدئي للخسائر الناجمه عن هذا الحادث؟ لا اطلاقا، ما حدش يقدر، لان المطافي لسه شغال دلوقتي، لسه بيطفي يعني. ما حدش يقدر يقول ابدا الخسائر قد ايه. شكرا العقيد علاء محمود، مسؤول دلوقتي مع السيد الوزير، مجتمعين معاه 12 واحد منهم، وان شاء الله ينزلوا لهم بالطلبات بتاعتهم ان شاء الله. تمام. في اي حاجه جديده يا سياده العقيد، او اي تطور جديد تحب تقوله عن الموضوع؟ لا خالص، ان شاء الله اول ما ينزلوا هنبقى على اتصال تاني ونبقى نتيجه الاجتماع اللي تم. شكرا سياده العقيد علاء محمود، مسؤول الاعلام والعلاقات بوزاره الداخليه. وكما ذكر العقيد علاء محمود أنه تقريبا تمت السيطرة على نسبة 75% من هذا الحريق الذي شب بمبنى الاتصالات التابع لوزارة الداخلية بوسط القاهرة.